كامل تاع التقديم. هناك أن الدارة دي اللي كانت متداعية للسقوط منذ أكثر من شهرين، اليوم الحمد لله بأن الناس اللي كاينين هنا والدراري الصغار لم يصاب أحد، هذا هو أهم شيء. كانت موضوع كانت شكايات على الدارة دي. احنا كنا غنديروا عريضة باش نقول لهم يحيدوا هذا الجزء العلوي من الدار ويبقاو لهذا الجزء السفلي. غيطلق انا نشد لك. الا ان الناس ما بغا الناس موالين الدار ما بغاوش. كانوا ساكنين الناس هنا. كانوا ساكنين الناس وتحولوا قبل ما تدعى للسقوط. اييه اشنو وقع دابا؟ علاش طاحت؟ طاحت تقريبا مع 11:30. كانوا الناس هنايا ما كان حتى شي واحد من حسن الحظ ان الوقت ديال الخروج من مدرسة محمد الخامس الحرة وقت الخروج ديال الاطفال ولم يصاب احد. شحال هي مهدده بالسقوط؟ اكثر من 10 سنوات هي مهدده بالسقوط الى ان خرج السكان اللي كانوا فيها. خرجوا السكان يعني كانوا عالمين هما هكا؟ لا السكان خرجوا هما، تخافوا على رؤوسهم وخرجوا. يعني ما كانش اشعار؟ لا ما كان لا اشعار لا والو. شنو هاد المنازل اي السقوط؟ علاش كل حي بوجدور متداعي للسقوط، اغلب الديور متداعي للسقوط الا الجزء اليسير اللي هو غير متداعي للسقوط. هذا حي بوجدور حاليا كريان كلوطي سابقا. شكرا. السلام عليكم كاع الطاقم ديال هيبا بريس، وتشكركم على الصحافه كاملين اللي تمت الحضور ديالها هنايا في درب السلطان. الدار هذه راه اي للسقوط شي مده شي 10 سنين هذه، والناس اللي فيها راه هاجروا والحمد لله ما كاينين حتى شي اصابات، وغير دابا غير دابا ما كملت حتى شي 5 دقائق طاحت هنايا والحمد لله ما كاين حتى شي كوارث وما كاين حتى شي اصابات. وهذا الشيء راجع للمسؤولين اللي ما كاين لا مراقبه، ما كاين لا لجنات انها تتم المراقبه. وهذا الشيء راه غير عبره للديور اللي غيطيحوا من هنا لقدام. يعني هذا الشيء دابا طرا بغينا الناس يفيقوا، بغينا المسؤولين حتى هما يصيفطوا اللجان ويشوفوا الديور اللي غاطيح، ما يبقاوش يطيح الدار عاد غنديروا فيها خدامين عاد نديروا فيها كاينين. والدار ديجا درنا اشعار للمسؤولين انها راه الدار غاطيح وغاطيح وغاطيح وها هي طاحت والحمد لله ما كاين حتى شي اصابات. وهذا الشيء اللي كاين يعني ما تيديروش الخدمه ديالهم هاد الدار دايرين ليها البارك نقولوا تيديروا الخدمه ديالهم، ولكن بحال الديور دابا اللي اي للسقوط خص الناس يشوفوا الناس بحال دابا الدار اللي غاطيح نعطيو شي تحويل شي استفاده نعاونوا ديك الاسره انها غاتحول. كاين الناس دابا حاليا اللي ساكنين في الديور اللي بغات تطيح وما ما عندها فين تمشي، تبات في الزنقه كتبقى حتى كطيح لها الدار وخا تخوت الزنقه وخا تمشي تبات برا. وهذا الشيء اللي كاين يعني بغينا المسؤولين انهم يتعاونوا مع هاد الناس، ما فيها باس. كاين دار اللي فيها 20 عام 30 عام يشوفوا شي حل بيناتهم ويخويو ديك الدار ويطيحوا ديك الدار بشي معدات اللي هي التكنولوجيا انها طيح الدار بوسائل خفيفه والناس تشوف ما تبقاش حتى كطيح. والحمد لله راه ما كاين حتى شي اصابات وشكرا لكم. اسيدي كاينين الناس ديال السلطات ما شفنا والو، السلطات الكبار هادو غير عاديين. كنطلبوا من وزير السكن ووزير الاول اللي شعل لنا العافيه في المعيشه اللي شوف فينا. كاينين فوق 50 عائله ولا 60 عائله وكل عائله عندها 10 15 خلق عايشين ما بين قوسين ما بين الموت والحياه. كاين مدينة في الزيوت وفي الدقيق وفي المعيشه مرحبا كاينه الزياده، ولكن فينا حنا ما كايناش الزياده، ما شايفش فينا حنا وما شايفش في هذه الحالات ديال السكن. دخل هنا فوق كاينه فوق 80 دار في حي بوجدور اللي مهده اللي مهده بالقتل ماشي غير بسميتو. شحال تقريبا هي عندها ورقه تاع اي للسقوط؟ هذه يا سيدي خرجوا مالها تقريبا شي شهرين هذه باش مشاو بحالاتهم، ولكن الناس الورثه ديالها مالها شي ما مختلف مع شي ما باغينش يطيحوا. مشى مول المحل تحتاني قال لي مش شوفوا واش ديروا لي باش ناخذ سلعتي ولا تهدموا الفوق، ما تفاهموش.
السلطات واخا تبغي دير شي حاجه بحال هاد الحاله من غير الناس المسؤولين بحال وزير السكن يقدر يدير اي حاله وينقذ هاد الناس اللي ما بين قوسين اللي ما بين الموت والحياه. دابا هاد المنزل قريب للمدرسه هنا تاع الدراري راه دازت واقيلا 10 دقائق 10 دقائق باش دازت الوقت ديال المدرسه. الدراري كيدوزوا غادي قدام والديهم يلعبوا وكان جابوا الله يلاه دازت القافلات هما ديال الدراري الصغار مع والديهم ولكن في الاخير ربي سبحانه وتعالى ستر. وكان دابا كاين غير ديك خسائر ماديه ديال واحد جوج السيارات وكنتمنى من الله وسيدنا الله ينصرو ووزير السكن اللي ينتبهوا من هاد الناس اللي كينتحروا اللي منتحرين ما باغيش ينتحروا منتحرين. الله يرحم الوالدين كنطلب منهم اللي يجوا يشوفوا في هاد الناس اللي ما بين قوسين. اذا انتم وليتوا ساكنين في هاد الحي ومخلوعين. دابا حنايا يلا خرج دابا كاري لي بنتي بثمن لا يرثى ثمن خيالي باش ما نبقاوش في هاد الحاله هادي. وقالنا سدوا سدينا راه حنا سادين تصور عندنا كل شيء سادين المحله ديالنا وخرج للزنقه نجيبوا منا كله ما نجيبوش. شكرا.